سعيد وليت عندما وجهني الدعوة يعني نوهت بهذه الفكرة. لماذا؟ اليوم أنا تحدثت عن المراحل القضية، ولكن المرحلة الآن من بعد خطاب المسيرة الأخيرة عندنا ثلاثة ملفات مطروحة بوضوح. عندنا ملف مرتبط بالجبهة المغاربية، خوض معركة إعلامية لتصحيح وتوضيح الواقع الحقيقي للقضية، مواجهة حملات التضليل والتزييف، وهناك إشكال حقيقي. وأنا هنا أحيل قبل إذا عدت نأخذ منبر من المنابر اللي هو منبر المحاكاة، مشيت للمكتبة الوطنية وشفت المجهود الإعلامي الذي كان يقوم به عمر بن جلون رحمة الله عليه في الفترة ديال أكتوبر نوفمبر 1975 افتتاحيات المقالات. أنا قمت بهذا البحث، ذهبت للمكتبة الوطنية وطلبت هذيك الجريدة وبديت كنشد جريدة بجريدة بعد ما غادرت الحكومة، وجدت فعلا معارك إعلامية. عندما كنت في الحكومة أصدرت سلسلة دفاتر الصحراء حوالي 20 كتيب للمرافعات الإعلامية التي كانت تتم خاصة في المرحلة ديال 75-85، واحد المجهود كبير كان يبذل من توفير المعلومات وتقديمها والترافع عليها. اليوم عندنا تحدي ثاني، الجبهة المغاربية، هذا مسجل وجهة الملك وجه رسالة في الموضوع. الإعلام معني الانشغال بموقع في إطار استقلالية، هذه قضية وطنية. عندنا رسالة ثانية موجهة إلى أوروبا واضحة، وحدتنا الترابية هي الأساس. خطاب غشت 2022 جلالة الملك قال: قضية الصحراء هي النظارة التي ننظر بها إلى شركائنا، لا يمكن أن تستفيد من استقرار المغرب وفي نفس الوقت لا تعبر عن موقفك من قضية الصحراء. كانت رسالة واضحة أنها موجهة لفرنسا. اليوم رسالة ثانية للبرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي، هل سيختار قرار محكمة العدل الأوروبية الذي جاء فاقدا للأساس القانوني السليم، أو سينطلق من المرتكزات القانونية التي تعتمدها الأمم المتحدة في أفريقيا؟ إذن ذلك رسالة. ورسالة ثالثة للأمم المتحدة أن تتحمل مسؤوليتها. 2018-2019 جاءت الملك وجه رسالة للأمم المتحدة في قضية البرغلات، إما أن تتحمل مسؤوليتها وإما أن المغرب سيتحمل مسؤوليتها. فعلا هذا أدى إلى ما حصل في نوفمبر 2020. اليوم جاءت الملك يقول هذا بخصوص حطين نهائي للنزاع. الآن عندنا عمليا عندنا ثلاث دول من أعضاء مجلس الأمن من الأعضاء الدائمين، لأن بريطانيا في اتفاق الشراكة الذي وقع بعد خروجها من البريكسيت أدمجت المنتجات القادمة من الصحراء في الاتفاق. عملية ثلاث دول، والهزيمة النكراء التي عاشتها الجزائر عندما تقدمت بمقترح في الاجتماع الأخير لمجلس الأمن من أجل توسيع اختصاصات الميرسو، كيف أن غالبية الدول وقفت ضد هذا واحد تحول. طيب، في ظل هذه الرسائل الثلاث، هذه الجبهات الثلاث، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، المجال المغاربي، نحتاج إلى تعبئة وطنية، نحتاج إلى بناء وعي، نحتاج إلى مواجهة وعي سائل، نحتاج إلى ترافع إعلامي رقمي. لماذا الرقمي بالذات تركيزكم على رقمي؟ تمام، التركيز على رقمي اليوم الأجيال الشابة، لأن أنا أجمع بين معطيين، هناك متغير رقمي ومتغير ديموغرافي مرتبط بالأجيال الشابة الصاعدة، سواء عندنا أو في الخارج. الوصول إلى الشباب اليوم لا يمكن أن يتم من غير الواجهة الرقمية. منصات التواصل الاجتماعي الآن، شبكة فيسبوك مثلا في المغرب الآن أزيد من 25، يعني تقريبا نقولوا ساكنة المغرب فوق 15 عام كل فرد عنده منصة فيسبوك. ولكن ليس فقط فيسبوك، واتساب، بودكاست، وسيلة البودكاست التي يقع بثها عبر شبكات التواصل الاجتماعي سواء كان تيك توك أو كان إنستغرام أو كان فيسبوك أو كان الواتساب. يعني الآن نحتاج إلى أن نعيد صياغة تفكيرنا في الموضوع، اشتغالنا في الموضوع. أولا نحتاج إلى إرساء ما يمكن تسميته بنظام يقظة ورصد وتتبع
لما يبث وينشر على مستوى العالم الرقمي ويؤدي الى تشكيل صوره وتحديد اجنده وبناء سرديه وبناء واقع غير الواقع الفعلي عن طريق لان في الاعلام الان علينا ان ننسى المرحله الاولى في الاعلام اللي كانت تقوم على ان التواصل هو رساله ومرسل ومتلقي. ديك المرحله الاولى في الاربعينات جات من بعد المرحله ديال الستينات والسبعينات اللي ولات السياسه ديال الاتصال هي سياسه تحديد اجنده، ما هي القضايا اللي التي يعتبرها المجتمع هي القضايا ذات الاولويه. تقدر تكون ماشي هي القضايا الحقيقيه، تحديد الاجنده هو سيتين دي اجنده. ومن بعد جات واحد المرحله الثالثه اللي هو بناء الواقع، انك تنتج واحد السرديه عبر منظومه الاتصال، وتلك السرديه فيها تحديد الاجنده وفيها الرساله التواصليه التي تريد ايصالها. طيب انظمه ترست هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية صناعة المحتوى. دابا الآن من يصنع المحتوى؟ اسمح لي هو غادي نقاطعك لأني أنا أسرع الزمن. لا ما عنديش إشكال، أنا بالعكس سعيد بهذه المقاطعة ديالك، تساعدني على المحتوى. ركزت كثير على الآلية، وركزت كثير على التحول اللي شندوا المشهد الإعلامي كصناعة إعلام. فعلاً العالم يتشكل، نحن الآن إذاعة وتلفزيون إعلام كلاسيكي. متجاوز بهذا المفهوم، ولكن صناعة الرأي العام وتقوية الجبهة الداخلية وتشكيل رأي عام وطني بهذا المفهوم للقضية الوطنية لا يجب أن يكون مناسباتيا. لاحظ معي الجبهة الداخلية متى تعبر؟ في المناسبات الوطنية بنفس المنهجية وبنفس الطريقة والميكانيزم. وأتحدث هنا عن أجهزة الدولة، كما نشتغل على المستوى الدبلوماسي والنجاحات التي نحصدها وراءها آليات، ميزانيات، خطط، برامج نحصد نتائجها أوتوماتيكي، واحد زي واحد يعطيك اثنين. الآن كيف ستفعل كل ما ذكرته من تحديات بجسم إعلامي مهترئ؟ وسمح لي على العبارة. قضية بالنسبة إلي مع احترامي كامل للزملاء، ولكنها حرقة من يزاول المهنة، من يزاول المهنة، من يحترق نارا على المهنة. ويجب أن أعلم عندما قلت هنالك منظومة تبدأ بعملية الرصد وصناعة المحتوى وبثه وإدارة التفاعل حوله، هذه رباعية. هذه الرباعية عندما اقول بانه حاليا تجاوزنا المنطقة المناسبات، لانه اخذنا هي المثال ديال صندوق دعم الافلام الوثائقيه، هذه عمليه صناعه المحتوى. اذا ذهبنا الى صندوق دعم الافلام الوثائقيه في المركز السينمائي المغربي، عندنا 15 مليون درهم سنويا في ثلاثه ديال المحطات، تقدم مشاريع من قبل المبدعين فيهم شباب الان جيل جديد، ودعم 15 مليون درهم مدى الغلاف المالي السنوي يرصد، وهنالك مهرجان لتقييم هذه الاعمال. سينمائيه. لان انتاج المحتوى، دابا انتاج المحتوى الان في العالم الرقمي هو محتوى سمعي بصري. صحيح صحيح. يستعمل الوسائط الحديثه مثل الانفوغرافيك، ويعمل على ايصال الرساله في وقت وجيز. صحيح. ما بقاش نعم البودكاست كنت نتحدث في مده طويله، هذه التجربه الان ديال الجزيره والتي انتقلت الى المغرب، ولكن من بعد النجاح ديالها في الولايات المتحده الامريكيه. ولكن الان عندما نتحدث عن المحتوى، نتحدث عن محتوى متعدد الابعاد ومتعدد المكونات، لان يعني فيه سمعي بصري وفيه الانفوغرافيكس يعني الصور الميبيانيه وفيه المكتوب. اعطيني تقييم الافلام، قلت حضرتك بانه الصندوق انا جاهز صندوق الدعم الافلام الوثائقيه الحس المجال الحساني في تقييم منذ متى انبغى؟ انا نعطيك و دابا تقييم دابا تعطيني شويه الوقت، لان قلت لي صناعه المحتوى، صناعه المحتوى كل المحتوى السمعي البصري هذا كله رقمي، ولكن صناعه محتوى وثائقي، صناعه محتوى اخباري، صناعه محتوى تحليلي، يعني محتوى متعدد الابعاد. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي كما قلت، لان الاليه طرحت في 2015 كانت اول بدايه في فبراير 2015 صدق على اول دفتر تحملات في المجلس الاداري للمركز السينمائي المغربي لذلك. اليوم عندنا مكتبه وثائقيه وتشارك في بعض المهرجانات، نعم لم نصل الى مستوى من الزخم الذي يحدث تحول،
لكن الان عدد المهرجانات في تونس في مصر في عدد من الدول بدانا نشهد تقديم افلام مرتبطه بالمجال الثقافي الصحراوي الحساني. في بيت الصحافه الحديث حول الحاجه الى اطلاق مسار من تأهيل وتعزيز لتعزيز الترافع الإعلامي والرقمي لبلادنا حول قضية الصحراء. لماذا؟ أولا هنالك مستجدات وتحديات جديدة، التحدي المرتبط بتصاعد الاستفزاز الجزائري لبلادنا في قضية الصحراء، التحدي المرتبط بقرار محكمة العدل الأوروبية حول قضية الصحراء، الانحراف الذي صدر عن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة عندما أراد إحياء فكرة التقسيم. هذه تحديات جديدة، وفي نفس الوقت هنالك مكتسبات وتطورات. الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء هذا حدث كبير، تحول نوعي. في ظل هذا السياق الترافع الإعلامي والرقمي والمدني معني بمواكبته وبطرح مبادرات. السؤال حول الكيف، كيف لابد من التأهيل والتكوين. هنالك أجيال شابة جديدة حاليا معرفتها بالقضية الوطنية وبتاريخها وواقعها محدود. لابد من استثمار الإمكانات التي يتيحها الإعلام الرقمي على مستوى تحليل البيانات، على مستوى الرصد، على مستوى اليقظة، على مستوى صناعة محتوى فعال ومؤثر، على مستوى التفاعل، على المستوى الرقمي، على المستوى إيصال أو الاستهداف الفئوي خاصة الأجيال الشابة الجديدة. إذن هنالك تحديات مستجدة، هنالك وضع جديد لقضيتنا الوطنية إيجابي، وهنالك أيضا متغيرات رقمية وديمغرافية تفرض علينا كبلد أن نرفع من وتيرة التصدي وأن يكون الفعل المدني والإعلامي موازي لما يقع تحقيقه على المستوى الدبلوماسي. كانت تلك المبادرة الذاتية، لأن عنصر المبادرة الذاتية هو هذه القضية، إعلاميا لا يمكن أن نتصور النجاح فيها إذا لم يكن هناك عنصر المبادرة. ولكن هناك مبادرات ذاتية، صحيح، هو المسألة الترافع نتفق عليها، على أنه حتى كل القضية قضية الكل، وبالتالي مسألة الترافع. سأقول لك جواب صريح. الكل من حقه أن يترافع. أنا أقول لك جواب صريح ونختم به. لا يمكن أن نعالج اختلالات الإعلام المغربي عبر مشكلة الصحراء. مشكلة الصحراء تقتضي أولوية سنتحرك فيها، إذا لم يرد الإعلام أن يتحرك فيها شأنه، سنتحرك وسنشتغل. ولكن بذراع إعلامي، ولكن بذراع إعلامي ومنهج الخطط سنبلغ لكن إذا لم بأسهل الطرق. إذا ما الذي سأحاول أقوله؟ لماذا لم تطلقي أنت مبادرات إعلامية؟ أطلقتها وهي ما هو المشكلة؟ الإشكال ليس على المجال الرقمي، لأن المجال الرقمي لا زلنا في استراتيجية، ولكن البرنامج موجود على قناة التلفزيونية ويذاع ويترفع وهو الأول من نوعه على قضية الصحراء. لماذا تبخسين جهود؟ لا أبخس، لا أبخس، ولكن أريد هذه الطفرة الرقمية التي أنت من أطلقتها ومن قدتها كسياسة حكومة، أريد أن يتشبع بها الفاعل الحكومي وأن يطبقها. بما أنك حملت الفكرة وأتيتنا بالفكرة، نحن في 2024 والوقت يداهمنا على جميع الأصعدة، لماذا لا نشتغل بها ويتم إنزالها على هذا القطاع البئيس؟ كل القطاعات تقدمت خطوات سهلة. اليوم إذا أردت أن تكون قويا وأن تترفع عن قضيتك، يجب أن يكون لك موطئ قدم على الساحة الرقمية والأدرع الإعلامية. قناتك في الأساس أن تكون قناة على متن قوة التنافسية. الجزيرة في دويلة مساحتها صغيرة جدا استطاعت أن توقف العالم بأدرع إعلامي. سامحني سأكون جد غير عادلة معك في أنا كان عندي رغبة أن نناقش